هي اللي عم تستلم التحقيقات. حقيقة الدفن يحدد لاحقا لانه شقيقه بفرنسا. وبعد وفاة جورج والسيدة اللي كانت معاه، هنا بقى كانت المفاجأة. ظهر تقرير الطب الشرعي بخصوص الحادث ده، وكان في خبطة في دماغ جورج، خبطة كبيرة جدا بجسده، ضربة على الرأس واضح لأن قوة العصف كمان كانت كتير قاسية. ده مكان وقوع الحادث، وده أول مقطع فيديو يتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن في تسريب لكاميرات المراقبة. أنا منفصلة، أنا رضوى الشربيني منفصلة، مبسوطة وراضية وحمدة وشاكرة وبقول الحمد لله إن أنا منفصلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة كلنا صحيين على خبر محزن جدا، وهو وفاة الفنان اللبناني جورج الرأسي. لكن بمجرد انتشار الخبر ده بدأت تنتشر تكهنات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي ان ورا وفاته شبهة جنائية، وخصوصا ان كانت متواجدة سيدة مع جورج الرأسي قبل وفاته. عشان كده طالعين مع حضراتكم في حلقة النهاردة، وهنعرض على حضراتكم تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي عن وفاة جورج الرأسي. مش بس كده، هعرض على حضراتكم في حلقة النهاردة أول مقطع فيديو يعرض تفاصيل الحادث، أول حادث حصل إزاي، وهعرض كمان على حضراتكم في حلقة النهاردة أول رد من طليق جورج الرأسي على خبر وفاته، وإيه الرسالة اللي بيوجهها محامي جورج الرأسي وطليقته للجمهور. عشان ما طولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. من ساعات انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان اللبناني جورج الرأسي إسر حادث تصادم، وكل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم وبتقول إن جورج الرأسي كان بيحيي حفلة في سوريا، وهو راجع على الطريق اصطدم في الحاجز اللي بيبقى في وسط الطريق، وده اللي أدى لوفاته. لكن المفاجأة هنا يا جماعة إن كان متواجد معاه سيدة داخل السيارة، وكل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تتساءل مين السيدة دي. فطلع محامي جورج الرأسي ورد وقال اللي دي كانت مديرة أعماله. وحادث صاير مؤسف نتيجة الاصطدام بالحاجز الوسطي قبل الحدود اللبناني قبل الجمارك بحوالي 300 متر. كان برفقته منسقة أعماله، وإن هي انتقلت إلى رحمة الله مع جورج في نفس الحادث. وبدأت الناس زي ما حضراتكم عارفين تتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا دي سيدة كان في علاقة بينهم وبين بعض، لكن زي ما قلت لحضراتكم هي مديرة أعماله. وبعد وفاة جورج والسيدة اللي كانت معاه، هنا بقى كانت المفاجأة. ظهر تقرير الطب الشرعي بخصوص الحادث ده، وقال إن الحادث بالفعل نتيجة تصادم، وكان في خبطة في دماغ جورج، خبطة كبيرة جدا، وهي اللي أدت لوفاته، وده أمر طبيعي في الحوادث اللي من النوع ده. لكن المفاجأة هنا يا جماعة إن اتفتح تحقيق في الواقع، ومحامي جورج قال مفاجأة من العيار التقيل. قال إيه؟ قال إن الطريق ده ما كانش عليه إنارة، وإن ده منحدر خطر، وإن بسبب اللي ما كانش عليه إنارة حصل الحادث ده. حقيقة الطبيب الشرعي كشف على الجثة ومكتب الأدلة كمان، قضاء وقدر أكيد، بس المفاجئ إنه الحاجز الوسطي ما كان في إضاءة، وتفاجئ هو ب يعني بالانعطاف المفاجئ تعول الحاجز الوسطي. الضربة على الرأس واضح لأنه كأي حادث، إنه قوة العصف كمان كانت كتير قاسية، ما في تشوه بجثتين أبدا. القاضي منيف بركات يشرف على التحقيق لأنه مفرزة سير شتورة هي اللي عم تستلم التحقيقات. حقيقة الدفن يحدد لاحقا لأنه شقيقه بفرنسا. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، دي تصريحات محامي جورج الرأسي رحمة الله عليه. طب الحادث ده حصل ازاي، او التصور حصل ازاي؟ تعال نشوف مع حضراتكم مقطع الفيديو الصغير ده لمكان الحادث عشان حضراتكم تتخيلوا الحادثه دي حصلت ازاي. قلت هيك صار الاكسيدون، هيدي هي الطريق اللي بتفصل هون بين طريقين، هيدا هي اكسيدون اللي صار هون في بهيدا الحي جورج الله يرحمه مع رفيقته. Went straight on this? Yes, in this one. This morning. This morning? Yeah, this morning. زي ما حضراتكم شفتوا كده، ده مكان وقوع الحادث، وده أول مقطع فيديو يتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إن في تسريب لكاميرات المراقبة، الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة. طب إيه أول رد من طليق جورج الرأسي على خبر وفاته؟ لما وصلها الخبر عملت على خاصية الستوري وكتبت إن هي مش قادرة ترد على أي حد بعد الخبر ده لأنها بترتجف حرفيا. طب إيه اللي طلبه محامي جورج الرأسي وطليقته من الجمهور؟ طلبوا منهم اللي هم ما ينشروش اي صور للحادث او للجثمان، وعلقوا تحديدا وقالوا ان الجثمان كان سليم وما فيهوش اي تشوهات، سواء للسيده اللي كانت مع جورج او جورج نفسه. حقيقه الجسم غير مشوه اطلاقا، ومتمنى عدم نشر اي صور تتعلق بجثمانه او
بجسده. ومعلش يا جماعه انا عايز اقف مع حضراتكم عند مشهد السيده اللي كانت راكبه مع جورج، لان الناس بدات تقول الموضوع ده على مواقع التواصل الاجتماعي. المحامي بنفسه طلع وصرح وقال انها كانت مديره اعماله، وطبيعي جدا اللي يكون معاها في كل الحفلات وتركب معاها العربيه وهم راجعين مع بعض. فبالنسبه للناس اللي بتحط السم في العسل وتبدا تطرح تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ده شغلها، ودي ام لثلاث اطفال، وهي حاليا هي وجورج بين ايدين ربنا. فبرضه بطلب من كل الناس بلاش نطرح تساؤلات او نتكلم على العلاقه والكلام اللي بيروج على مواقع التواصل الاجتماعي في كل قضيه من النوع ده. خالص اعزائي لكل الشعب اللبناني والاسره الفقيد جورج الراسي، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. الله يرحم جورج الراسي ويصبر عائلته وأهله. خبر بشع، وشاب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسه بالسماء يا رب، وتعزية الخاصة للصديقة نادين. نيجي بقى الخبر تاني كنت عايز أعلق برضو مع حضراتكم عليه في حلقة النهاردة، وهو عن انهيار وبكاء رضوى الشربيني في الحلقة التلفزيونية اللي كانت بتعملها امبارح، وتحديدا لما كانت بتتكلم عن الناس اللي بيعايروها اللي هي منفصلة. وانا حبيت اشارك مع حضراتكم الخبر ده مع خبر وفاة جورج الراسي، عشان يا جماعة الحياة مش دايما، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. مش ذنبها اللي هي منفصلة، وارد جدا اللي هي ما اتفقتش مع زوجها وانفصلوا. ايه المشكلة في كده؟ في سيدات كتير بيتجوزوا ما يحصلش اتفاق بعد كده بينفصلوا. والدين الاسلامي حلل الموضوع ده، هو ابغض الحلال عند الله الطلاق، لكن امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. منفصله، انا منفصله، انا منفصله، انا رضوى الشربيني منفصله، انا منفصله خير، منفصله وبشتغل واخده بالي من بناتي واخده بالي من صحابي وعايشه وكويسه ومبسوطه وراضيه وحمده وشكرا، وبقول الحمد لله ان انا منفصله وسعيده. ده مش عيب في السيده ان هي منفصله، العيب هنا في ضعاف النفوس اللي بيعايروها انها مطلقه او اللي هي منفصله وانها عندها عقده من الرجاله. انا بختلف مع رضوى الشربيني في بعض توجهاتها او في هجومها على بعض الرجاله وتحريضها لبعض السيدات اللي هي تهاجم الرجاله، لكن يا جماعه ما ينفعش نعاير حد بحاجه ملوش ذنب فيها، ملوش اي ايد فيها، الا اللي هو في يوم من الايام قرر اللي هو يختار غلط. وده كان اخر خبر معنا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. تعليق حضراتكم ايه على الناس اللي بتهاجم رضوى الشربيني بسبب طلاقها؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند، يلا سلام، والسلام مش ختام.